المريضة بالأربعين وقعت من الطابق الثاني وما عندها أمراض. بدنا نشوف إذا في كسور بجسمها أو راسها، وتحسبا لأي شيء جهزوا غرفة العمليات. يا دكتورة ممكن تقولي لنا شو وضعها هلا؟ خلونا نعمل شغلنا وأنا بخبركم لو سمحتوا. رح يعملوا لها عملية؟ ما بعرف ابني، ما بعرف. أنت ليش ما بتقلي؟ أمي ليش وقعت؟ ابني قلت لك إنه حادث. حادث شو؟ الواحد بيوقع من فوق بلا سبب؟ احكي، أنت دفشتها؟ تعتلتوا شي؟ شو عم بتقولوا له؟ ليش بدي أرمي مرتي هيك؟ عم قلك إنه حادث، ما عم تفهم أنت؟ أنا دفشتها. شو؟ بابا؟ أنا دفشت، كان حادث ما كان بقصدي، آسف كتير. كيف يعني؟ كيف صار هالشي؟ كنت عم بتخانق مع أبوكن، بعدين إجت نبهات لعنا، فاتت بيناتنا، وبقلب المشكلة وقعت لتحت، بالغلط. شو يعني دفشتها بالغلط؟ كيف ممكن يصير هيك؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ شو كان بدك منها؟ ليش دفشتها؟ تمام دوروك، اهدى، تمام اهدى. كيف بدي اهدى؟ امي اللي جوا وعم تموت، انت مستوعب هذا الشيء؟ اخي تمام، والزلمة عم يقول انه اللي صار بالغلط، ما عم تسمعه؟ اذا صار عليها شيء بالغلط او لا ما رح يهمني، رح حاسبكن على هالشيء. بحلف لك رح خليكن تدفعوا ثمن هالشيء. إذا ما حاسبتنا ما بتكون رجال. أنا هون، يلا أنت عشو بدك تحاسبنا؟ يا عمر تمام وقف، وإنت دوروك ممكن تهدى شوي؟ مو شايف حالة عمي شو سيئة؟ آسيا أمي عم تموت لك، هي أمي. أنت مفكر إنه أبي مو زعلان؟ مو قادر يوقف، مانك شايفه؟ ابني بنتي اهدوا شوي، اهدوا شوي بقى. اسمعوا، بفترة إدارة أورهان بيك صار وقت سرقة كبيرة بالمدرسة، وأنا فكرت أورهان بيك عمله، لهيك ضغطت عليه، ونحن عم نتقاتل إجت نبهات، وبقلب المشكلة دفش أورهان بيك فوقعت لتحت. يعني كل شي صار سببه أنك اتهمت أبي بسرقة ما عمله، مو هيك؟ يعني حتى إذا اتهموه ليش لحتى يدفش أمي بأي حق؟ شو هالسخافة هاي؟ يا دروك خلص بقى، ممكن تسكت شوي؟ واضح انه حكي ابوك عصب عمي، روحوا حاسب ابوك. انتو مجانين يعني شي؟ والله رح شن. ليك تمام بفهم انك زعلان، بس احكي مع اختي بشكل مزبوط والا والله بضربك. شو بدك تعمل؟ قلي لاشوف، اضربني انا بالاول. شو عم تخبص بالحكي؟ انت مين بتكون؟ انا اخوه. انتو ما بتخجلوا ابدا، غلطانين ووقحين كمان، شو عم تعملوا هلا؟ شو عم تقولوا له؟ شو عم تقول؟ ما بتعرف الزلمة وعم تاخد منه موقف وتقول حكي فاضي؟ أبي رمى حاله قدام السلاح مع أنه بيعرف أنه حقيقي ونصاب بس مشان ينقذه لدروك. هالزلمة ضل شهور طويلة ما بيمشي، حسبوا كلامكن شوي. هاد أكيد ما بيخليه بريء من يلي عمله بأمي، عم تفهم؟ ما بيخليه بريء. أصلاً هو ما عم يحاول يبرئ حاله، قالكن أنه صار من دون قصده. أنتو ما عم تفهموا يعني؟ يا شباب ما بتفهموا أنتو؟ خلص بقى، بسبب قتالكن هاد ما عم نقدر نعيش زعلنا. دوروك كهان تعوا لعندي لشوف. عمر، آسيا وانتو، أورهان بيك تع، خلينا نغسل وشك تع. شو عملت له؟ قلي شو عملت؟ انت شو كان بدك من مرتي؟ قلي. انا كتير زعلان، اسف كتير، يا ريت ايدي انكسرت وما دفشتها، بس عن جد حادث وما صار شي عن قصد. يا ريت انكسرت، يا ريت ايدك انكسرت. شو صار هلأ؟ ارتاح قلبك؟
إذا ماتت مرتي هلأ أنت رح يرتاح قلبك أورهان؟ اللي لشوف كيف رح يصير هالشي؟ كيف رح يصير واحد منكم وواحد منا هيك حنكمل؟ أنا ترجيتك وقلت لك صار حادث، ليش ما صدقتني؟ قلت لك بنتي ضربت قدير بالغلط. أنا بنتي جنت أورهان، ميليسا جنت على الآخر. هلأ أنت دفشت مرتي ووقعتها، قدير رجع شي رح يكون قدير ناطركم بالبيت بس ترجعوا؟ ليش عملت كل هالشي اللي؟ ليك الولاد اللي ناطرين برا إذا عرفوا الحقيقة فيك تتوقع شو رح يصير مو هيك؟ أنت ما رح تقدم شكوى ضد ميليسا وأنا ما رح أقدم شكوى ضدك. اللي صار لازم يضل بيناتنا، رح يضل سر بيناتنا أورهان. هلأ روح وخد معك مرتك وولادك وروح على بيتك وادعي، روح على بيتك وادعي قد ما بتقدر إنه ما تموت مرتي، لأنه إذا أنا طلعت من المشفى من دون مرتي رح يرجع كل شي للأول ونبلش بقضية تار، وقتها لا أنا ولا أنت رح نقدر إنه نهدي الولاد هدول. عم تفهم؟ ستشي نقول خدي أورهان بيك والولاد وروحوا على البيت. عن جد أنا تعبت كتير من المشاكل والتوتر. إن شاء الله منخبركم لما بتفيق نبهات. إن شاء الله بتقوم بخير وسلامة بأسرع وقت. آمين. عمر آسيا تعي بنتي. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.